10,500 دينار عراقي هي التسعيرة الجديدة للأمبير الواحد. هذا ما حددته لجنة المولدات الأهلية في مدينة الموصل، ما يثقل كاهل المواطنين أصحاب الدخل المحدود بالدرجة الأساس، فتعالت أصوات المواطنين بالرفض لهذه التسعيرة نظرا لما تمر به المدينة من ضعف بشكل عام في الحركة الاقتصادية وشحة في العمل. بالنسبة للمولدات 10.5 الأمبير، وهنا هسه حالة مرض كورونا ونسبة البطالة 90%، يعني 10.5 الأمبير الفقير منين يجيب؟ إذا ماكو لا شغل لاكو عمل، 90% نسبة البطالة. يعني أدري الوطني كم سنة احنا نعاني من الوطني، يعني ما قدروا يحسنون الوضع من الوطني، يغلون المولدات. المولدات أسعارهم حيل غالية، يعني أمبير 10.5 غير يراعونا بالأسعار، الحكومة تصير معالة معاهم. ما يصير هذا وضع، احنا بوضع كورونا حاليا، يعني رواتب يومية من التجوال، يعني ابسط شهر رواتب ماكو، ابسط شهر شهرين ماكو رواتب، وامبير بعشرة ونص فغير مين يجيب؟ احنا المحلات نعطي عمال ونعطي ايجار، لو ايش نسوي اشون. اصحاب المولدات الاهلية ناشدوا الحكومة المحلية وقيادة عملياتها بتنصيب اشخاص مهنيين لامرهم، وأن تكون الحكومة منصفة بقراراتها، فلا مانع لديهم ولا اعتراض بأي تسعيرة مهما كانت وتكن، ولكن بشرط واحد، أن توزع مادة الغاز عليهم بالمجان. نطلب من السيد المحافظ ونطلب من الناس المسؤولين أن يخلون الناس مهنيين بهذا الموضوع. أنا بدي أحكي لك أنا كصاحب مولدة، يعني أنا اليوم أنا كصاحب مولدة دا أتناقش ويا أي واحد يجي يناقشني. أنا مشغل 275 ساعة، زين أنا مشغل على شنو؟ الدولة تدعمني غاز 5 أيام، وسعر البرميل من الدولة ب 92,000، يعني حتى التجاري تقريبا نفس سعر التجاري بالشارع. زين الدولة خلت تجي تنصفني، خلت الدولة تنطيني غاز مجاني، خلت الدولة تدعم الغاز، وإن شاء الله يسوي الأمبير بأقل ما يمكن. أنا ويا المواطن مو على المواطن، بس أنا اليوم لما بدي أشتغل وموفر كهرباء وللمدينة وخادم المدينة وموفر شيء اللي ما حد يقدر يوفره، أنا لازم الحكومة تساعدني، فما يصير الحكومة تضغط علي في سبيل إرضاء الشارع. ارتفاع تسعيرة المولدات ليس بجديد على الأهالي، فهذه الحلقات تتكرر كل عام وفي كل صيف، ولكن جائحة كورونا في صيف عام 2020 جعلت من الحمل ثقيلا قياسا بسنواتها الماضية. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.